معرفتك من جديد. تمام، احنا بدأنا ريكوردنج، مفيش مشاكل. فلان مجرد انك عارف ان ده درو ان دي درو. طيب الناس بس ممكن يكون في انتر اكشن، ممكن الناس بس تقفل المايك عشان بس ده بيعمل ديستراكشن شويه. تمام. عامة الساعة دلوقتي معايا 7:30، فأنا شايف إن إحنا دلوقتي نقدر نبدأ لغاية أما بقية الناس تبدأ تحضر. إن شاء الله كده هتكلم في البداية على السيستم اللي إحنا ماشيين عليه في الكورس. إن شاء الله أنا دلوقتي مقسم لك الدنيا لروتري سيستم، سيركيليشن سيستم، باور سيستم، يعني زي نظام التقسيم العادي اللي أنت هتلاقيه في أي كتاب. هنبدأ نشرح جزء بجزء. وهتلاقيني وقفت بعد ما اخلص التوبيك حوالي 10 ثواني اذا كان في حد عنده سؤال في حاجه. تزولونا يا جدعان. اوكي. فلو كان في حته معينه محدش فهمها يوقفني بعد ما يلاقي العنوان اللي موجود فوق هنا خلص، خلاص انا هبدا اعد الحته دي تاني وابدا اشرحها له لغايه ما ان شاء الله يفهمها. فهنبدا ان شاء الله نتكلم النهارده على اول توبيك معانا وهو الباور سيستم. ناس كتيره تعرف عن الباور سيستم ان هو الحاجه اللي بتشغل البرميمه كطاقه، لكن محدش يعرف عن الباور سيستم اكتر من كده. والباور سيستم لو فتحت اي ريفرنس او اي مانيوال مش هتلاقيه واخد حقه قوي، على الرغم ان الباور سيستم ده حاجه مهمه جدا جدا في البريمه. واختلاف الباور سيستم من بريمه لبريمه بيختلف طريقه تفكيرك في الاوبريشن، وبيختلف في طريقه تعاملك مع البريمه، وبيختلف في طريقه الاوامر او الانستراكشنز اللي انت بتقولها للكرو ان هم يعملوها. فبريمه شغاله بسيستم معين غير بريمه شغاله بسيستم اخر. دي ليها طريقه في الاوبريشن ودي ليها طريقه في الاوبريشن. وانك تكون كومباني ريبريزنتيف او كومباني مان عامه ومش عارف الباور سيستم ده بتكون ليابيلتي معاك في الشغل، بتكون عجز باين فيك في الشغل، هيظهر عندك قصور وحاجات هتلاقيها بتسقط منك وانت مش واخد بالك. فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل على الله. عامه الريك كومبوننتس عامه بتتكون من هويستنج سيستم، روتيتنج اكويبمنت، ماسل كوليشن سيستم، وطبعا الماسل سب بيس، بريشر كنترول اكويبمنت، التيوبلرز عامه والبار سيستم. قررت ان شاء الله ان اول محاضره معانا هنبدا فيها بالبار سيستم. ليه البار سيستم؟ لانها محاضره خفيفه، فحتى لو حد سقطها النهارده يقدر ان هو يلحق بينا في الكورس، ما يكونش سقط جاب كبيره فبالتالي ما يكونش فاهم اللي جاي. تاني حاجه ماتش مصر الساعه 9، فانا مش هلاقيه كمان نص ساعه اصلا، فقلت نبدا بحاجه خفيفه ان شاء الله. فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. البار سيستم. البار سيستم معانا بيتكون من ايه؟ البار سيستم معانا بيتكون من اول حاجه خزان الوقود. واللي بيكون معانا في البريمه دايما هو عباره عن ديزل. احنا بنفضل الديزل في البراريم كوقود بنستعمله في البار. الانجنز، الجنريتورز، البار هاوس، والكيبل تريز. وان شاء الله هنتكلم على كل حاجه في دول بالتفصيل الممل. طيب نبدا باول حاجه معانا هي البرايم موفرز. ايه هي البرايم موفرز؟ البرايم موفرز هي ديزل engines او internal محركات احتراق داخلي internal combustion engines. طيب ايه هي فايده الـ internal combustion engines؟ internal combustion engine او محرك احتراق داخلي ده ليه فايده واحده، ان هو بيحول الديزل الى طاقه حركيه ميكانيكال انرجي. فلو عملنا زوم شويه على الصوره ديت هنا بحيث انك يوضح لك شويه الانترنال كومباستشن انجن، هتلاقي لما تروح البريمه وتخش عند الباور هاوس، عند منطقه توليد الطاقه في البريمه، هتلاقي في كذا حاجه من الانجن اللي انت شايفه. هتلاقي على الاقل
ثلاثة موجودين جنب بعض. طيب أنا بستفيد إيه بقى من الطاقة الحركية أو الميكانيكال إنرجي اللي بتتولدني من البرايم موفر؟ الطاقة الحركية أو الميكانيكال إنرجي اللي بتتولد لك من البرايم موفر حضرتك ممكن تاخدها كصورة طاقة حركية تدخلها في معدة تحركها بصورة مباشرة. زي إيه؟ زي الميكانيكال مات بامب. هتلاقي فيها ديزل إنجن موجود مع المات بامب بيشغلك المات بامب. أو ممكن تدخل عليها جنريتور، سواء كان الجنريتور ده اي سي جنريتور او دي سي جنريتور، فبالتالي انت بتقدر تولد طاقه تشغل بيها معده عندك. دي الفائده الاساسيه للبرايم موفرز. طيب ده صوره ثانيه معانا هنا دلوقتي، لو بصيتوا للسلايد اللي بتتعرض قدامكم ده برايم موفر وموجود جنبه الجنريتور بتاعه، وطالع من الجنريتور الكابلات. دي صوره العامة اللي احنا بنولد بيها الكهرباء عندنا في البريمة اللي احنا بنشغل بيها المعدات. طيب انت لو دخلت دلوقتي البريمة في مكان الباور سيستم اللي موجود عندك في البريمة، ما انا برضو مش عايز اشرح لك وانت تروح البريمة ما انتش عارف حاجة، انا بشرح لك حاجات وما انتش عارف وقعها فين على ارض الواقع او وقعها فين في البريمة. انت دلوقتي لو دخلت البريمة وخليت البريمة في وشك هتلاقي الباور سيستم موجود في المنطقه اللي هناك دهيت عند الشكمان الصغير اللي ظاهر هناك ده الباور سيستم. هتلاقي كذا برايم موفر محطوطين جنب بعض، ده الباور سيستم. لو قربت عليهم بقى هتلاقيهم موجودين بالشكل ده، بيكونوا ثلاثه او اكتر موجودين جنب بعض، دولت البرايم موفرز، ودولت الاساسيين والمسؤولين بصوره اساسيه عن توليد الطاقه في البريمه. دي كده بس كانت مقدمه عن البرايم موفرز. طب ايه هي البرايم موفرز؟ احنا قلنا ان هي انترنال كومباستشن انجنز بتبقى ليها هورس باور من 500 هورس باور لحتى 8000 هورس باور، والبريمه بيكون فيها اكتر من برايم موفر. طيب انا لو عملت سايزنج للبريمه بتاعتي، ان البريمه بتاعتي عشان اشغل الاكويبمنت بتاعتها انا عاوز برايم موفر، يعني برايم موفرز كومباينيشن من برايم موفرز لغايه 4000 هورس باور، هل انا لو اكتفيت بال 4000 هورس باور يبقى انا كده في السيف سايد؟ طبعا لا، لان انت لو حصل عندك فيلير في برايم موفر او جنريتور او اكويبمنت من الاكويبمنتس ديت وانت شغال عند الماكسيمم كاباسيتي او نير الماكسيمم كاباسيتي، فانت كده هتضطر انك توقف اوبريشن وهتخش في حوار ال بي تي نون برودكتيف تايم. طب اعمل ايه؟ يبقى لازم ان البرايم موفرز او الباور اللي انت بتولدها في البريمه تكون اعلى من الباور ريكوايرد انك تعمل اوبريشن للاكويبمنت. فعشان كده انا بحط حاجه عندي اسمها ايمرجنسي جنريتور، لازم يكون عندي باك اب برايم موفر للامرجنسي. وزي ما قلت لكم الديزل هو ده، او الجاز اللي ما يعرفش الديزل اللي هو الجاز بتاع العربيات، ده اللي احنا بنستخدمه عشان نشغل انترنال كومباستشن انجنز. تمام. وعن طريق البرايم موفرز انها بتولد لي طاقه، ما بتولدليش كهرباء او بتولد لي ميكانيكال انرجي بس، لا هي بتولد لي طاقه كافيه ان انا اشغل النيوماتيك باور سيستم اللي انا بشغل بيه معدات الهواء، او الهيدروليك باور سيستم اللي انا بشغل بيه المعدات الهيدروليك. انا كده عطيتك مقدمه عامه عن الدنيا. هنبدا نتكلم بقى ان ديتيلز. انا كنت حابب افهمك البرايم موفرز عباره عن ايه. نبدا نتكلم بقى ان ديتيلز. ايه هي الريج باور ترانسميشنز؟ ايه هي انظمه الكهرباء او انظمه توليد الطاقه في البريمه؟ انا عندي اربع انظمه اساسيه لتوليد الطاقه في البريمه. اول نظام اللي هو الميكانيكال سيستم، ثاني نظام دي سي دايركت كارنت تو دي سي سيستم، ثالث نظام اي سي تو دي سي سيستم او اللي انا بسميه اس سي ار سيستم اللي هي البراميل الاس سي ار لو انت سمعت عنها، او الاي سي اللي هو الالترناتيف كارنت تو اي سي اللي هو في اف دي سيستم. هنبدا نتكلم ان شاء الله على كل سيستم من السيستمز ديت ونشرحه بالتفصيل، مميزاته عيوبه، بيفرق معاك ايه بالتحديد في الاوبريشن. لما انا اكون على بريمه ميكانيكال هيفرق معايا في ايه في قراراتي على ان انا بكون مع بريمه الكتريكال. هنقول بسم الله. احنا معانا كده اول حاجه اللي هو الميكانيكال سيستم. انا حابب افصل الصوت، هو صوت الفيديو ظهر عندكم؟ حد بس يرد عليه على السريع. باشمهندسين، باشمهندسين
تمام. احنا ان شاء الله دلوقتي معانا هنا الميكانيكال سيستم. الميكانيكال سيستم بقى عباره عن ايه؟ الميكانيكال سيستم عباره عن برايم موفرز. انت ظاهر عندك دلوقتي في الفيديو ثلاثه برايم موفرز. البرايم موفرز ديت بتطلع لك حركه ميكانيكال انرجي. الميكانيكال انرجي بنطلعها على ترانسميشنز زي ما انت شايفها كده، عباره عن سبروكتس وتشينز، بناخدها واوصلها لغايه المعده اللي انا شغالها اللي عايز اشغلها. فانت شايف ان هي التشينز دي طالعه لغايه الدرو وركس ولغايه الروتري تيبل. يبقى هي الحركه هنا عباره عن انا باخد الميكانيكال انرجي اللي بتتولد لي من البرايم موفر واوديها عند المعده اللي انا عاوز اشغلها. فهنا انا عندي بقى بعض الحمولات مش عايزه حركيه، ده عايزه طاقه كهربائيه. انا عندي في البريمه، حتى لو البريمه بيور ميكانيكال ريج، فالبريمه البيور ميكانيكال ريج هتلاقيها محتاجه برضو بعض الطاقه الكهربائيه او الاي سي كارنت. تمام. فايه بقى الدنيا ديت؟ بحط لها اي سي جنريتور، ده اللي انا باخد منه الاي سي لودز. طيب انا عايز اعمل لك برضو صوره ثانيه توضح لك الدنيا، بس هنحاول نعيد الكلام ده عشان نثبته للناس. طيب الميكانيكال سيستم ده بقى بستخدمه في البراريم. الميكانيكال سيستم ده على طول هتلاقيه في البراريم الصغيره او البراريم الميديوم، ما عادش بقى البراريم الكبيره بتستخدم ميكانيكال سيستم. طيب ايه هي البراريم الصغيره؟ يبقى هتلاقي دلوقتي لو انت حضرتك رحت براريم ورك اوفر بنسبه 99% من براريم الورك اوفر هتلاقيها براريم ميكانيكال، وبعض براريم الحفر الصغيره اللي هي تحت ال 1000 هورس باور او ال 1200 هورس باور، دي براريم هتلاقيها براريم ميكانيكال. طيب الميكانيكال سيستم بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على كلتشات زي الكلتشات بتاعت العربيه، بيعتمد على حاجه اسمها تورك كونفرتر، بيعتمد على جنازير، بيعتمد على شافتس بتلف، بيعتمد على احزمه، وبيعتمد على انظمه كلها ميكانيكيه هوريها لكم ان شاء الله كمان شويه. بس اهم حاجه عندي هو التورك كونفرتر. ليه التورك كونفرتر ده مهم؟ لان هو بيحول لي الطاقه الميكانيكيه للجنازير والتشينز اللي هي بتحرك المعده اللي انت عاوزها. وعندي حاجه ثانيه برضو مهمه بنسميها في بيلت. الفي بيلت ده مهم ليه؟ لان هو بياخد الطاقه الحركيه من على البرايم موفر بيحرك بيه البامب، بيشغل لي البامب. وده اللي انا بستخدمه عشان اشغل البامب. طيب عايز برضو اوضح لك الدنيا بصوره اكتر، فرسمت لك هنا سكيماتيك. لو انا عندي دلوقتي ديت برايم موفرز، انا عندي كام برايم موفر هنا في على الشاشه؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 برايم موفر. انا دلوقتي شغال في ميكانيكال ريج، فالبرايم موفر ده انا عاوز اخد منه ميكانيكال انرجي، فهطلعه على حاجه اسمها تورك كونفرتر. ده بياخد الميكانيكال انرجي ويوصلها للمعده، واخد من التورك كونفرتر ده سبروكتس وتشينز جنازير وتروس بحيث انها تطلعها لي على المعده اللي انا عاوز اشغلها. فانا دلوقتي عايز اشغل درويركس ميكانيكال درويركس، فانا باخد السبروكتس والتشينز ديت واقعد احولها عن طريق تروس وكلام من ده كله على لغايه اما اوصلها للدرويركس بحيث ان انا اشغلها. فانا لو عايز اشغل الدرويركس دلوقتي على لوجير على سرعه قليله، فانا مثلا هشغل مثلا اول مكنه، احنا بنسمي البرايم موفر مكنه، اول مكنه وحولها على درويكس. عايز ارفع السرعه بدخل مكنه معايا ثانيه، اللود زاد والدنيا زادت والحمل زاد بدخل مكنه ثالثه وهكذا. طيب برضو ايه ثاني في الميكانيكال ريج؟ بيعتمد على التورك كونفرتر او بيعتمد على البرايم موفرز. انا عندي المطبم، هتلاقي كل مطبم وهوريها لك كل حاجه هنا دلوقتي، هوريها لك بالصوره وبالتفصيل وهنشرح فعلا شرح عملي. انا عندي المطبم دلوقتي برضو لازم لها تورك كونفرتر وبيركب عليها في بيلت عشان تشتغل. بس زي ما قلت لك ان مش كل اللودز اللي موجوده في البريمه بتحتاج طاقه ميكانيكال، بعض اللودز بتحتاج اي سي كرنت. فعشان كده بحط برايم موفرز بركب عليهم اي سي جنريتور وبيروح على الاي سي الاوكسيلري اي سي لودز. تمام، دي صوره لبريمه. البريمه دي بقت ايه؟ ميكانيكال ريج. والبريمه دي قديمه شويه لان دي صوره، خلينا نشرحها وهنحكي لكم الدنيا فيها ايه. انا عندي هنا 1 2 3 ديزل انجن، كل ديزل انجن طالع منه تورك كونفرتر ومتركب عليه سبروكس وتشينز
بيجمعوا الميكانيكال انرجي على الكلتشات لغايه اما وصلنا لهنا عمل باورنج للدرويرز. دي الدرويرز، ده الشكل فعلا اللي انت هتلاقيه على ارض الواقع. هتلاقي ان عندك كده كذا مكنه، والمكنه دولت بيتجمعوا مع بعض لغايه اما يطلع لك على تشينز مجموعه جنازير كده جنب بعض، ومجموعه الجنازير دي بتخش على التروس والكلتشات اللي هي التعشي، بحيث انك عايز تحدد بقى انت عايز تشتغل على اللوجير حمولات خفيفه حمولات تقيله، وعلى حسابها بتدخل المكن معاك، عايز اشتغل على مكنه مكنتين ثلاث مكنات وهكذا، وهتلاقيها بتعمل بارنج للدرويركس. برضو هنا من المكنه الثالثه هنا هتلاقيها نازله معاك لتحت ومشغله لك داخله على الفي بيلت هنا عشان تدور لك المطبم. دي سكيماتيك بسيط. طيب عايزين نشوف الكلام ده بقى على ارض الواقع. ده بقى ميكانيكال ريج. بص معايا كده على الصوره ديت، هتلاقي الشكمان اللي طالع ده والشكمان اللي طالع ده، دي مكانتين، ادي مكنه ودي مكنه، مكانتين مجمعهم هنا على تورك كونفرتر وطالعين على جنازير ماشيه في المجرى ديت، وانا حاطط عليها محطوط عليها جارد اهيت ومشغله درو ويرز ديت اللي هي دي الموجوده هنا ديت الدرو ويرز. تمام. برضو البامب اللي موجوده معانا هنا، هتلاقي المكنه زي ما انت شايف المكنه اهيت، وادي الفي بيلت، وعشان الحفار يشغل المكنه دي عشان يشغل البامب لازم يدي سيجنال من عنده ان هو من فوق على الريد فلور ان هو يشغل المكنه ديت، فالمكنه دي تشتغل تديك طاقه حركيه فتدور البساتين بتاعه البامب، فالبامب تشتغل معاك. فانت هتلاقي كل بامب موجود عليها هنا ايه، كل بامب موجود عليها مكنه تطورها، ده في الميكانيكال سيستم او الميكانيكال ريج. يبقى هنا في الدرو ويركس او الكاريه، دي اسمها الكاريه، الكاريه هتلاقي عليها مكانتين اهيت، المكانتين بيدوروا لك الدرو ويركس، وهتلاقي برضه في تعاشيق ثانيه متاخده من الدرو ويركس بحيث انها تشغل الروتري تيبل برضه على نفس المكانتين. وهنا المطبم مكانتين بيدوروا لك المطبم. ده كان بالنسبه للميكانيكال سيستم. انا بحاول اشيل الخطوط ديت، انا ما اعرفش يعني حد عاملها ولا هي بتعمل ازاي، بس خلينا نخش على الدي سي تو دي سي باور سيستم. الدي سي تو دي سي باور سيستم بقى دنيته عامله ازاي؟ الدي سي تو دي سي باور سيستم، فانا عندي هنا برايم موفرز، البرايم موفرز ديت بتطلع على دي سي جنريتور، الدي سي جنريتور بيولد لك الطاقه، بتروح على بانل، والبانل دي بيتم توزع فيها الكهرباء على الدرويركس وعلى المطبم وعلى الروتري تيبل وعلى الدنيا دي كلها. طب انا عندي اي سي لودز، بحط اي سي جنريتور وبرضه بتوزع الكهرباء بتاعته على بقيه الحاجات. خلينا برضه نخش نشرحها. انا عايز اقول لك ان الدي سي دي سي سيستم ده سيستم قديم قوي، يعني نادر انك تلاقيه دلوقتي في البراريم، بس انا بشرحه لك برضه عشان تكون عارف الباور سيستمز اللي موجوده، عشان ممكن لا قدر الله ممكن تقابله، يعني ممكن لو حد راح اشتغل في حته يعني الدنيا فيها واقعه قوي يلاقي السيستم ده فيكون فاهم الدنيا. فالسيستم ده زي ما قلنا البرايم موفرز بتولد روتيشن، الروتيشن ديت بتتحول عن طريق دي سي جنريتور دي سي باور، بعد كده بتنقل الدي سي باور ديت عن طريق كابلات بتروح للمعده اللي انت عاوزها. هنرسمها. انا عندي في حد هنا رفع ايديه، مين؟ طب افتح المايك واتكلم عشان انا بس مركز في الشرح فما باخدش بالي من اللي بيرفع ايديه. مين اللي عاوز يسال؟ باشمهندسين انتوا سامعيني؟ طيب مايك مقفول ايه مش فاهم. طب حد عنده اسئله لغايه دلوقتي؟ انا ما قفلتش ولا مايك. تمام ما علينا. انا على فكره انا يعني انا مش تقريبا مش انا الهوست، يعني انا داخل معاكم برضه بس اوكي.
والله انا ما اشتغلتش على زوم، انا بشتغل على طول على مايكروسوفت ميتنجز، بس هحاول اعملها كروس. ثواني تمام، انت دلوقتي هوست معايا. تمام، انا مع حضرتك دلوقتي. خليني كو هوست معاك. تمام، تمام يا هندسة، هنكمل دلوقتي. تمام اوت. الناس كلها سامعاني دلوقتي، نكمل. تمام، ألو، حد بيتكلم؟ تمام، هنكمل. احنا دلوقتي في الدي سي تو دي سي باور سيستم، انا عندي مبدا دلوقتي بالانجنز. الانجنز زي ما قلنا بنركب عليها دي سي جنريتور، والدي سي جنريتور ده باخده بكابلات بوديه على الدي سي كنترول، ومن الدي سي كنترول اللي موجوده عندي ديت انا بحول اي حاجه انا عاوزها، فبيطلع بكابلات على الدي سي موتورز اللي هي موجوده على المد بامبس، او الدي سي موتورز اللي هي موجوده على الالكتريكال درويرز، او الدي سي موتور على الروتري تيبل. طيب لو عندي بقى اي سي لودز موجوده في الدي سي تو دي سي باور سيستم، بحولها باخد بقى هنا سيجنال من الدي سي كنترولز، بحولها على ترانسفورمر، دي ترانسفورمر بعد كده على بيروح على اي سي ام سي سي اللي هي موتور كنترول سنتر، وبيحولها على الاوكسيلري لودز اللي موجوده معايا على البريمة. هنخش دلوقتي على سيستم تاني اللي هو الـ AC to DC power system، أو اللي هو الـ SCR. Here's an AC to DC power system. أنت هتلاقي في السيستم ده الـ prime movers داخلة معاك على DC AC generator. الـ AC generator ده بيخش على الـ SCR بيتحول لـ DC current، وبعد كده من الاس سي ار ديت هي بتعمل لي باورنج للمطبم، باورنج للدرويركس، باورنج لاي معده انا عاوزها. ولو في عندي اي سي لود موجود، بحول الدنيا دي كلها على ايه تاني؟ بحول الدنيا دي كلها على ترانسفورمر، والترانسفورمر ده بيشغل لي الاوكسيلري اي سي لودز اللي موجوده عندي زي اللايتنينج، زي الاي سي موتورز الصغيره اللي موجوده معاك على البريم. طيب ايه هي الاس سي ار؟ الاس سي ار دي حاجه بنسميها السيليكل كنترول ريكتيفاير. برايم موفر زي ما قلنا بتعمل جنريشن للروتيشن، الروتيشن بتشغل اي سي جنريتورز بتوصل لك اي سي باور، الاي سي باور بتروح على كابلات على الاس سي ار، ومن الاس سي ار بتحولها للدي سي باور، بعد كده بتتنقل بكابلات على المعده اللي انت عاوز تشغلها. ده شكل الاس سي ار اللي موجوده عندنا في البراريم من جوه. تمام. برضو في الاس سي ار سيستم، خلينا نشرح الاسكيماتيك زي ما احنا متعودين. ده عندنا البرايم موفرز اللي موجود عندنا، بيركب عليها اي سي جنريتور، والاي سي جنريتور بيروح بالكرنت بتاعه على الاس سي ار، وبيبدا بقى تتوزع من الاس سي ار على المد بامبات اللي موجوده عندك، على الدي سي موتور اللي موجود على الدرو ويركس، على الروتر تيبل، على التوب درايف، على اي حاجه. ولو في اي سي لودز بتروح على ترانسفورمر وتروح على الاي سي لودز. طيب الدنيا برضو شغاله ازاي؟ الدنيا برضو مش بالبساطه دي، والا كنا اشتغلنا على الدي سي سيستم على طول. الدنيا شغاله ان انت دلوقتي لو عايز تشغل المطبم، الحفار بيفتح السويتش بتاع المطبم عنده وبيشغل الباور على المطبم، فبتبعت سيجنال الكتريكال سيجنال من عند الحفار للاس سي ار،
وبناء على الاس سي ار على السيجنال اللي بتوصل للاس سي ار، الاس سي ار بتبعت سيجنال للمط بامب بالباور بالكتريكال سيجنال بباور معين ان هو شغل المط بامب ديت على البارامتر اللي هو الحفار عايزها. يعني انا بعت لها انا عايز اشغلك على 10 ستروك، هي بتبعت الاس سي ار باور للمط بامب للدي سي موتور اللي على المط بامب يشغلها بحيث انها تدي لك 10 ستروك بالظبط. تمام، هنخش دلوقتي ده شكل للالكتريكال موتور موجود على الدرو ويركس. الالكتريكال موتور ده هو اللي بيشغل لك الدرو ويركس، تخش له كابلات زي ما انت شايف وبالتالي شغل لك الدرو ويركس ده في الاس سي ار. ده شكل الالكتريكال درو ويركس بعكس الميكانيكال درو ويركس اللي انت شايفها قبل كده. الالكتريكال درو ويركس هتلاقي ان عندك هنا موتور وعندك هنا موتور، والمواتير ديت هي اللي بتدور لك الدرو ويركس. ده شكل برضو للالكتريكال مطبم، هتلاقي في موتورين هم موجودين والموتورين دولت هم اللي بيشغلوا لك الالكتريكال مطبم، وبتاخد الكهرباء هنا عن طريق الكيبل تري اللي موجود عندك هنا في الصوره. هنخش بقى على السيستم اللي بعده وهو اي سي تو اي سي باور سيستم. الاي سي تو اي سي باور سيستم واللي انا بسميه في اف دي. يعني ايه في اف دي؟ فاريبل فريكوانسي درايف، زي ما هو من اسمه بيقول هو بيعتمد على الفريكوانسي ان هو يدي لك الباور اللي انت عاوزها للمعده. فزي ما قلنا البرايم موفرز بتشتغل بتوصل على اي سي جنريتور، الاي سي جنريتور بيدي لك اي سي باور. واحد هيقول لي طب طالما انا كده شغال من اي سي باور تو اي سي باور، طب انا ليه ما اشتغلش اصلا من الاساس من الجنريتور واوصل على المعده اللي انا عاوزها؟ هعرف هعرفك دلوقتي ليه انا ما بشتغلش على طول من اي سي باور تو اي سي باور واوصلها على المعده دلوقتي. ليه؟ لان الفي اف دي بيحول لك من الاي سي باور تو دي سي باور. هتستغرب طب انا دلوقتي انا عايز اي سي تو اي سي، ليه بحول من اي سي تو دي سي باور؟ عشان الاي سي باور اللي بتتولد لك عن طريق الجنريتورز ما بتكونش بيور، ما بتعرفش تديك تحكم، ما بتديكش بريسايز كنترول بالبارامترز اللي انت عاوزها. ليه؟ فانا دلوقتي بخش بالدي سي باور بتاعتي على الكاباسيتورز، الكاباسيتورز ديت بتحول لك الدي سي باور ل بالدي سي باور لدي سي باور بس منقاه شويه، وبعد كده بتتحول عن طريق ترانزستورز لاي سي باور. هوريك برضو صوره دلوقتي للبروسيس ديت هتوضح لك الدنيا ماشيه ازاي بالتفصيل. بص معايا كده، ده في اف دي، الكهرباء داخله الفي اف دي من هنا. ايه اللي هيحصل؟ داخله اي سي، تحولت لاي سي. شايف الاي سي عامل ازاي؟ هجي لك الصوره تاني. الاي سي هنا تحس ان هو فيه شوائب شويه او الدنيا مش بيور. بعد ما يخش على الكابستور بيطلع اي سي ستريت لاين، بعد كده نرجع احوله تاني اي سي. العمليه دي تحس انها عمليه تنقيه للاي سي كرنت، فبالتالي بتساعدك انك تتحكم وتودي برامترز صح، تديك شارب برامترز، تديك بريسايز كنترول على الاكويبمنت اللي شغال. طيب انت دلوقتي انا حاسس ان الناس هتبدا تحس احنا بنقول كلام انشا. هوريك دلوقتي الكلام ده بعد ما اخلص السلايدين اللي جايين واجمع لك الدنيا كلها، هتحس بقى تفهم معنى الكلام ده في الشغل. دي صوره للفي اف دي. عامة انا شخصيا لو دخلت البي اف دي دخلت الاس سي ار، هو انا من جوه الاثنين عندي زي بعض، وهي مش هتفرق معاك او انك تعرف الدنيا، انت تعرف بس ان البريمه شغاله اس سي ار ولا شغاله بي اف دي. طيب احنا برضو هنشرح الدنيا شغاله ازاي على الاي سي تو اي سي باور سيستم للبي اف دي. عندك الديزل انجنز تخش على اي سي جنريتور، والاي سي جنريتور بيروح بكيبلز على البي اف دي، ومن الفي اف دي تعمل باورنج للمط بامبس، تعمل باورنج للالكتريكال درو ويركس، وبتعمل باورنج للتوب درايف والروتري تيبل، وبقيه اللوز بتروح برضه على ترانسفورمر عشان الاكزيلري اي سي لودز، قصدي دي سي لودز. هنا بقى الاكزيلري دي سي لودز لان انا شغال اصلا اي سي. طيب الحفار بيبعت برضه السيجنال، انا عايز اشتغل بالدرو ويركس، بيبعت السيجنال بتروح على الفي اف دي، ومن الفي اف دي بتودي الباور للاي سي موتور اللي موجود على الدرو ويركس. لاحظ ان في الاي سي تو دي سي سيستم هتلاقي المواتير كلها دي سي، هنا الاي سي تو اي سي سيستم هتلاقي المواتير كلها اي سي. طيب نبدا بقى نخش بقى في الكلام العملي. يا عم احنا مش بتوع كلام انشا، احنا عايزين نتكلم كلام عملي. طيب ايه هي بقى الادفانتجز بتاعت الالكتريكال عن الميكانيكال ريكس؟ اول حاجه
الميكانيكال ريجز. المينتنس كوست بتاعت الميكانيكال ريجز عاليه جدا. الميكانيكال ريجز حط قاعده في دماغك كده، اي حاجه فيها حاجات بتتحرك فهي عرضه للدمج او عرضه للفيلير. والميكانيكال ريجز بسم الله ما شاء الله تعتمد بصوره اساسيه ان الدنيا كلها تتحرك فيها. فنتيجه كثره المعدات اللي بتتحرك هيحصل معايا دامج، فهيحصل معايا مينتنس، فهتزيد معايا الام بي تي، فهيبقى معايا داون تايم اثناء الاوبريشن، فهتلاقي فيها مينتنس كوست عاليه جدا في الميكانيكال ريجز. فنتيجه الليله ديت انا عندي ميكانيكال ريج، في عندي انجن، انجن حصل فيه فيلير، هيحصل ان البريمه تقف. عندي جنزيره قطع، وما اكثره في الميكانيكال ريج انك تلاقي جنزيره قطع، تلاقي الدنيا وقفت ساعتين عشان بنغير جنزير القطع. عندي حتى لو الجنزير ما اتقطعش مع كثره الشغل بيحصل سترين او الينجيشن في الجنزير اللي موجوده عندك، او ان في سبروكت بينكسر اللي هو ترس ينكسر ولا اي حاجه تنكسر، فبالتالي تحتاج انك تقف عشان تصلح الحاجه دي. فبالتالي عندك ام بي تي عاليه قوي في الميكانيكس. طيب بتاعت الكاريه هتلاقي البرايم موفر موجود على الكاريه. لو حصل عندي فيلير في برايم موفر فالدنيا كلها معاك هتبقى واقفه، لان انت عندك فيلير في برايم موفر او مشكله في جنزير، والبرايم موفرز اللي موجوده على الكاريه بتشغل لك الدرو وركس وبتشغل لك الروتري تيبل، فانت عندك معدتين وقفوا دلوقتي، لا هتعرف ترفع السترنج ولا تنزل السترنج ولا هتعرف تشغل الروتري تيبل. فحلها ايه؟ انك حضرتك يا اما تعرف تحاول انك تصلحهم وهم على حالتهم، وطبعا بتبقى العمليه صعبه، يا اما تعمل كومبليت ريك داون للبرايم موفرز الموجوده عند عليها عشان تصلحها. فهتلاقي على طول ديليما موجوده معاك في الميكانيكال ريجز، انجن داون ريك داون. حصل معاك مشكله في انجن اعمل ريك داون، لو حصل معايا مشكله في الانجن اللي موجود على البمب هعمل ريك داون للانجن واوقف واصلح الدنيا. تعال بص بقى على الالكتريكال ريج. الالكتريكال ريج انت عندك الجنريتورز اصلا او البرايم موفرز بعيده خالص عن المعده اللي هي بتشغلها. فلو حصل عندك مشكله في الجنريتور حضرتك افصل يا عم الحاج الجنريتور ده وحول على الجنريتور اللي هو الامرجنسي جنريتور، فانا ما تعطلتش والليله دي كلها اعرف اعمل لها صيانه من غير ما اقفل الاوبريشن، لان العطل بعيد قوي عن المعده اللي شغاله. كذلك لو حصل في مشكله معايا في معده معينه انا مش بعزل معاها 50 معده، انا بعزل المعده بس اللي فيها مشكله. لكن انا دلوقتي لو عندي مشكله مثلا في البرايم موفر اللي موجود على الكاريا وانا عندي الدرو ويركس شغاله مع الروتري تيبل على البرايم موفرز دي، حصل مشكله معايا فيه يبقى انا كده خسرت معدتين في وقت واحد. واحيانا في بعض البراريم ده البرايم موفرز بتشغل الكاريا وتشغل قصدي الدرو ويركس وتشغل الروتري تيبل وتشغل معاك المضم. فتخيل بقى لو حصل برايم موفر داون تعمل تقريبا كومبليت ريك داون للبريمه، فده داون تايم عالي، فده ام بي تي عاليه جدا. كذلك انت عندك حاجات بتتحرك كتير وعندك برايم موفرز كتير، عندك بقى كميه هازرز موجوده في البريمه، عندك جنازير يبقى لازم جارد، عندك كميه برايم موفرز يبقى لازم تعمل بروتكشن كويسه للبرايم موفرز وايزوليشن للهازرز اللي موجوده في البريمه، وتخش في حوار سيفتي معقد قوي في البراريم الميكانيكال. لكن في البراريم الالكتريكال انت عندك الكيبلز بتاعت الكهرباء دي اللي فيها مشكله، طب يا عم هحطها لك في كيبل تري واحطها لك في حاجات مقفوله، فبالتالي انا لغيت الالكتريكال شوك من الحسبان، الدنيا مستريحه. طيب انت برضه لو بصيت للصوره بتاعت الكاريه هتلاقي الكاريه لازقه في البي. كل برايم موفر هتلاقي طالع منه شوكمان، الشكمان ده ممكن يطلع من السبارك. تخيل بقى انك واخد جاسكت والسبارك اريستور اللي هو بيمنع السبارك ان هو يطلع من على البرايم موفر في مشكله. اللي هيحصل واخد جاسكت سبارك طلع من البرايم موفر بوم. فالالكتريكال ريج انت بتلاقي الجنريتورز او البرايم موفرز موجودين في اخر اللوكيشن بعيد عن الدنيا كلها، حتى لو حصل سبارك انت بعيد، فقللت الاكسبلوجن هازارد. فتلاقي دي ادفانتج برضه للالكتريكال ريجز عن الميكانيكال ريجز. ايه تاني؟ برضه انت عندك في البرايم موفرز بتاعت الالكتريكال ريجز موجوده على الجراوند ليفل. بص على الكاريه الدنيا عاليه، فانك تعمل فيها مينتيننس برضه المساحه محكومه،
بتكون العملية صعبة، فنتيجة المنتنس صعبة فتاخد وقت أطول فترفع معاك الـ MBD، وإحنا عندنا الجوب كله كوست. أنت بتحاول توفر على قد ما تقدر في الشغل. فده ميزة تانية للإلكتريكال ريج على الميكانيكال ريج. برضو الميكانيكال ريج فهي يعني أفضل حاجة لو عايز تعزف حد تطلع على ميكانيكال ريج هتجيب له صمم إن شاء الله. النويز ليفل فيها عالي. يعني انت بتبقى سامع صوت الجنريتور كانك قاعد في اوضه الجنريتور وانت قاعد في اوضتك. يعني العمليه بتبقى صراحه عزاف فوق ما تتخيل. فالنويز ليفل فيها فعلا عالي بعكس براريم الاس سي ار او براريم الدي اف تي. الجنريتور لما يكون بعيد بتبقى البريم نص نص. برضو انت مشكله انك عزلت التشينز، لغيت التشينز، لغيت السبروكتس، لغيت الشافتس، لغيت الحاجات دي كلها، ده بيسهل لك الدنيا خالص انك في عمليه البريك داون البريك موف تلاقي العمليه سريعه. كذلك انك تحول الميكانيكال انرجي لالكتريكال انرجي على مره واحده ده بيقلل حاجه اسمها الباور لوس. الباور لوس دي هتفيدني في ايه؟ انها بتحول لجيزل كونسامشن اللي هي في الاخر كوست. فعشان كده هتلاقي ان استهلاك الديزل لبراريم الاس سي ار او البراريم الالكتريكال اقل بكتير للبراريم الميكانيكال. وهديك مثال عملي. لو انا بحفر ببريمه ميكانيكال 1000 هورس باور على دبس 6000 قدم، هتلاقي الريبورت الديزل اللي بيجي لك كل يوم ان الديزل كونسامشن معاك بيتراوح ما بين ال 7000 لل 8000 لتر ديزل في اليوم على دبس 6000 قدم، وده رقم كبير جدا. خش بقى في نفس البريمه في نفس الليله في نفس المكان، بس خلي البريمه بقى دلوقتي الكتريكال، وخلي الدبس كمان 8000 مش 6000، هتلاقي الريبورت الديزل جاي لك مثلا 3500 4000 لتر ديزل. شايف الفرق ما بين 8000 لتر ديزل ل 4000 لتر ديزل؟ تقريبا انت بتتكلم في النص، او قول 5000 لتر ديزل. الليله دي كلها حتى لو الميكانيكال ريج الديلي ريت بتاعها قليل، فهي انت ما بتبصش على الديلي ريت قليل بس، لا انت بتبص على الديزل كونسامشن بتاعها عالي. فانت لازم تحسب الديلي البريمه لما تحب تقرر تدخل بريمه ميكانيكال او الكتريكال، ما بتحسبهاش من الديلي ريت بس، انت بتبص من على التوتال كوست بتاع البريمه. التوتال كوست بتاعت البريمه فيها ايه؟ الديزل او الفول كونسامشنز اذا استهلاك الديزل، بتبص على المينتيننس كوست، بتبص على الام بي تي اللي انت هتوقفها. كل ده بيخش معاك في حسابات اذا كنت انت هتدخل البريمه معاك ولا مش هتدخل البريمه معاك في الحسبان انها تخش معاك فين. طيب انا عندي برضو كذلك الاي سي تو دي سي ريك ادفانتجز. يعني اختار اس سي ار ولا اختار في اف دي؟ انا الاحسن الاي سي ار ولا الفي اف دي؟ الاي سي ريكس بتخليك تعرف تتحكم قوي بالبارامترز. بمعنى ايه الاي سي ريج بتخليك تعرف تتحكم قوي بالبارامترز؟ هتخيل معايا انك واقف على الريد فلور بتعمل اف اي تي، عاوز تعمل اف اي تي. اللي ما يعرفش الاف اي تي هو فورميشن انتجريتي تيست. حضرتك حفرت سيكشن، نزلت كيسنج، عملت جوب بالاسمنت، عايز اعمل اف اي تي. بعمله ازاي؟ ببدا احفر الشوب اللي فيها اسمنت، بحفر 15 قدم من الشوب، بعد ما احفر 15 قدم كمان من الشوب بعمل ايه يا سيد الفاضل؟ بقفل الرماد، بقفل الرماد، وبعد ما اقفل الرماد بعمل ابدا ارفع سيرفيس بريشر من على السيرفيس بحيث ان انا اتاكد ان الفورميشن عندي انتجريتي في الفورميشن. طيب انا بعمل ايه تاني بقى؟ دلوقتي في الميكانيكال ريج والالكتريكال ريج هشوف الفرق برضه ما بينهم عشان مهمه قوي. انا عايز دلوقتي اكيد سيرفيس بريشر 350 بي اس اي. ال 350 بي اس اي اللي انا عايز اخليهم في البريمه، انا في الميكانيكال ريج انت عشان تستارت البامب على ميكانيكال ريج الستارت بتاع البامب، البامب كبيره بتوصل لغايه بامب 5000 بي اس اي، ممكن الستارت بتاع البامب يكون 4 برميل. فعشان تفتح بامب على 4 برميل وتقول انا عايز اخلي 350 بي اس اي، انت هتكسر الفورميشن. لو الحفار مش واخد باله ويقعد يشغل البامب يفصل البامب يشغل البامب يفصل البامب عشان يوصل ل 350 بي اس اي هيكسر الفورميشن. فبالتالي انت هتبدا تقرر هل البريمه تكون كويسه ان انا اعمل بيها اف اي تي تيست. طب ايه اللي فهمك ان دي ميكانيكال ريج ميكانيكال بامب؟ الميكانيكال بامب الستارت اب بتاعها بيكون عالي، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم على 40 50 ستروك. فنتيجه ديت انا مش عارف اعمل عليها بريشر تيست على لو بريشر، هكسر على طول.
تعال على الالكتريكال ريج. الالكتريكال ريج انت ممكن تعمل عليها بريشر تيست وشغلها على 5 ستروك، على 3 ستروك، على 10 ستروك، زي ما انت عاوز، وهتديك ال 5 ستروك او ال 10 ستروك بالظبط على الشعره. فده اللي انا بكلمك عليه البريسايز كنترولز بتاع البارامترز. برضو انا عايز اشغل الروتري تيبل، الالكتريكال ريج ممكن تخليك تشغل الروتري تيبل على 10 ار بي ام، الميكانيكال ريج صعبه، ده ممكن يقول لك بس متحفر انا ادينا 10 ار بي ام، والله يا هندسه انا بدايتي كده بسم الله الرحمن الرحيم 25 30 ار بي ام، هي كده بسم الله الرحمن الرحيم 30 ار بي ام، ما تديكش ال 10. الالكتريكال ريج ممكن يديك ال 10، ممكن يديك اقل من ال 10 لو انت حضرتك عاوز اقل من ال 10، فده يفرق معاك قوي. في تاني احنا اتكلمنا على البريسايز كنترول. برضو حاجه كويسه ان الالكتريكال ريج بتخليك والاي سي ريج بالذات بتخليك تعرف تاخد الفول تورك على الزيرو سبيد. يعني انت لما تيجي تشغل، انت لو عايز مثلا تاخد ال 10 ار بي ام توصل لها وقال لك هخنق لك والكلام ده في ميكانيكال ريج مثلا، فانت الستارت توصل ل 25، بعد كده بقى بيعمل حبه حبشتكنات كده بحيث ان هو يعرف يقللها، ولو في مشكله ما يعرفش يستارت على لو ار بي ام عشان الميكانيكال، الحاجه الميكانيكال او الحاجه الدي سي بالذات ما تعرفش تاخد الفول تورك على الزيرو سبيد. لكن في الاي سي لا، تقدر تاخد الفول تورك على الزيرو سبيد، فبيديك انك تقدر تشغل على اي بارامتر انت عاوزها. فعشان كده الفي اف دي بريمه، اصلا التكلفه انك تشتريها غاليه بس بتديك اريحيه قوي في الشغل. كذلك حاجه مهمه قوي الاوتو دريلر سيستم. اللي ما يعرفش الاوتو دريلر سيستم، دلوقتي اغلب البراريم واغلب الشركات بتتجه ان هي تستخدم حاجه اسمها الاوتو دريلر. الاوتو دريلر ده بيعمل ايه؟ الاوتو دريلر ده بيتحكم بالبارامترز بدل الحفار. الحفار ما بنلغوش بس بيبقى موجود واقف بايد كده بيراقب الاوتو دريلر، والاوتو دريلر هو اللي بيحفر. طب الاوتو دريلر ده بيشتغل ازاي؟ قال لك الاوتو دريلر بيشتغل عن طريق انك بتحط فيه اربع بارامترز اساسيين. اول بارامتر الويتون بيل، بتقول له يا اوتو دريلر انا عايزك تشتغل مثلا على 30 كيلو باوند، فهو بيشتغل من 0 ل 30 كيلو باوند وبيعرف يعمل ادجستمنت للبارامترز دي بحيث ان هو يدي لك ال 30 كيلو باوند. طيب البارامترز الثاني بتدي له ار او بي، بتقول له انا عايزك تشتغل على 200 فيت بير اور، حقق لي الار او بي دي. ايه البارامترز الثانيه؟ بتدي له التورك، تقول له اخرك في التورك مثلا 13000 باوند فيت، ما تزيدش عن ال 13000 باوند فيت. طيب ايه بقى الحاجات دي بتسهل لي ايه في الالكتريكال ريج عن الميكانيكال ريج؟ انت طالما عندك بريسايز كنترول اوفر ذا بارامترز، حضرتك تقدر تقول له حط ويتون بيت كذا وهيوقف لك ويظبط لك الدنيا. ليه؟ لان الريسبونس ديلي عنده قليل في الالكتريكال ريج بعكس الميكانيكال ريج، ده ترانسميشنز وعبال لما تاخد الاوردر يا مساهم تكون خربت. يعني انت مثلا لو حاطط الليمت تورك بتاعك 13 في الالكتريكال ريج، هو مش هيعدي ال 13، هيجي عند ال 13 وهيعمل ستوب للروتيشن عشان ما يعملش تويست اوف او يكسر المواسير او يقطم المواسير. تعالى في الميكانيكال ريج العمليه بتبقى صعبه شويه، فانت لو شغال بميكانيكال ريج المواسير مثلا رابطها على 16، فانت بتحط الليمت تورك على 12 عشان عارف ان هو هيعديها. شفت فرقت معاك ازاي في الاوبريشن؟ لو شغال بالالكتريكال ريج ممكن تجمد قلبك ترفعها ل 14 ترفعها ل 13، تبقى الدنيا معاك فيها براح لان انت عارف ان انت الريسبونس معاك سريع. برضو انت الويتون بيت بيكون الريسبونس بتاعه سريع، فالدنيا بتبقى ابسط في الالكتريكال ريج باستخدام الاوتو دريلر. فعشان كده بتلاقي اغلب البراريم اللي جايه دلوقتي الجديده بتلاقيها نازله باوتو دريلر بيلت ان موجود في البريمه، ما بتركبهوش بعكس البريم القديم احنا بنركبه. فاحنا اتكلمنا على نقطه الليمت تورك، كذلك برضو حاجه هنتكلم عليها ان شاء الله لما نيجي نتكلم على الهويستنج سيستم والدرو ويركس. انت دلوقتي ما عادش عندك احتياج انك تركب على البريمه عندك ماجنتيك بريك، خلاص لا، انت دلوقتي تقدر تتكلم انك مش عايز الماجنتيك او الاي دي كارنت بريك، الدنيا بقت ابسط من كده. فبالتالي بتلاقي الدرو ويركس دلوقتي حجمها بقى صغير بعكس بقى البراريم القديمه، تلاقي الدرو ويركس بتتكلم مثلا في 40 45 طن. تهمه مصيبه عشان نيجي نقعد نعملها ليفتنج بلان او نيجي نرفعها من البتاع ده مش عارف كام ونش ويقف هنا حوار اصلا في الليفتنج بتاعها والموف بتاعها مقرف. طيب فتسامري بقى الاي سي ريجز
اغلى او الكتريكال ريجز اغلى من الميكانيكال ريجز. بس انت عشان تدخل الكتريكال ريج او ميكانيكال ريج لازم تبص لها من الاتجاهات اللي احنا اتكلمنا عليها. هنحاول نختم بقى في العشر دقايق اللي جايين ونتكلم على الهيدروليك باور سيستم. الهيدروليك باور سيستم ده بستعمله في ايه؟ الهيدروليك باور سيستم عباره عن برايم موفر. برايم موفر ده بيشغل لي، باخد منه كهرباء، بشغل لي بامب. البامب ديت هيدروليك بامب، بتسحب فلويد هيدروليك من الريزرفوار توديها للمعده اللي انت عاوزها. زي ايه الهيدروليك سيستمز اللي موجوده عندك في البريمه؟ لو عندك بريمه فيها تلسكوبيك ماست بيترفع وينزل على بيستونز، فانت عايز هيدروليك انرجي عشان تبمب هيدروليك فلويد في البيستونز ده، فتفتحه فيعمل ريج اب للماست او ريج داون للماست. في سيستم برضه مهم جدا 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 وقول جدا ل 100 مره هنا في البريمه، اللي هو النيوماتيك باور سيستم. النيوماتيك باور سيستم ده عباره عن كومبريسور هواء، بيضغط لك هواء وبياخد الهواء اللي بيضغطه ده بيحطه على حاجه اسمها اير فيزل او اير ريسيفر او اير ريسيفوار، عشان يعمل ستورنج للكومبريسد اير عند 525 بي اس اي. طيب انواع الكومبريسورز ايه؟ انا عندي اثنين ونوعين اساسيين من انواع الكومبريسورز. انا عندي روتري سكرو كومبريسور او ريسيبريكيتنج كومبريسور. طيب هوريك اشكال الاثنين دلوقتي. طيب النيوماتيك سيستم ده انا بشغل بيه، بشغل بيه الاير هويست، بشغل بيه البرويرز، بشغل بيه البريكس، بشغل بيه حاجه مهمه جدا 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 بعض الويل كنترول ايكويبمنت اللي هي الكومي يونت. الكومي يونت فيها اير بامب، الاير بامب دي بتاخد هواء من الهواء بتاع البريمه عشان تشحن لك البوتنز بتاعت الكومي يونت. معنا هنا تيجي نبص دلوقتي على السلايد ده. ده شكل الاير ريسيفر. الاير ريسيفر ده زي ما انت شايف بياخد الاير اوتلت هنا اللي بتوزع على البريمه كلها، والاير انتيك اللي هنا اللي جاي له من الكمبريسور، وده سيفتي فالف عشان لو البريشر زاد عن قيمه معينه السيفتي فالف ده يضرب، فبالتالي ما يحصلش بيرست للاير فيزل. ده شكل الريسيبريكيتنج كومبريسور بس بتاع البريمه بيكون اكبر شويه، وده شكل السكرو كومبريسور، وده فيرتيكال اير فيزل وده هوريزونتال اير فيزل. معانا برضو حاجه كمان اللي هي الكيبل تري. ده من ضمن الالكتريكال ريجز، اي بريمه هتلاقي عليها الكيبل تري ده فهي الالكتريكال ريج. فالكيبل تري ده هو عباره عن كيبل تري بمفصله هنا، بحيث ان البريمه لما تيجي تعمل ريج داون بتنام في الاتجاه ده، بتروح معاك البريمه تنام في الاتجاه ده، فالكيبل تري يلم معاك، ما تحتاجش انك ما يحصلش معاك دامج في الكابلات، ان انت بتحتاج باور برضو في الريك داون. فمش عشان تيجي تعمل ريك داون تفصل الكهرباء، طب هوصل الكهرباء منين عشان اعمل ريك داون؟ شغل الدروركس عشان تنام الماست والصبيس. فانت محتاج الكيبل تري، وليه اسم تاني زي تري عشان هو على شكل حرف زد. طيب اخر حاجه معانا دلوقتي، ايه هي الشروط عشان اعمل اكسبتنس او اقول ان البريمه دي تنفع تشتغل؟ انا بعمل اكسبتنس قبل كل بير. الاكسبتنس مهم عشان اقول ان البريمه دي ينفع تشتغل عندي. طيب ازاي اعمل اكسبتنس للباور سيستم؟ عامه الاكسبتنس بتاع الباور سيستم بيكون مع اول بير بتحفر البريمه عندك في اللوكيشن او عندك في الموقع. طيب ازاي بعمل اكسبتنس للباور سيستم؟ عن طريق حاجه اسمها لود تيست. بعمل لود تيست ازاي؟ عن طريق انك تشغل كل المعدات اللي موجوده عندك على اللوكيشن على الماكسيمم باور بتاعها لمده ساعه، وتشوف الجنريتورز اللي عندك على البريمه او الباور سيستم اللي عندك على البريمه قادر ان هو يشغلها ولا لا. لو قادر ان هو يشغلها اكسبتد، ما قدرش ان هو يشغلها فبالتالي انت هتحتاج تعمل ديزاين تاني، لان حصل عندك اوفرلود على السيستم فلازم تعمل ابجريد للباور عشان تدي اكسبتنس للباور سيستم بتاع البريمه. بس خلي بالك في نقطه بس كده تكنيكال، لو في الاكسبتنس كمباني ريبريزنتيف استهلاك الديزل عليك انت، فلو شغلت لساعه بيبقى خراب بيوت يعني. دلوقتي في كويز ان شاء الله الشباب هينزله لكم. الكويز ده نتمنى ان احنا نحله عشان السيرتيفيكت بتاعت الكورس هتكون تعتمد على نتيجه الكويز. الدنيا سهله فيه ان شاء الله، وهو كل حاجه احنا قلناها هتلاقيها موجوده في الكويز، ومش هيكون في حاجه خارجيه، يعني هو مش امتحان يعني.
فدلوقتي هنستقبل اسئلتكم عشان الناس اللي عايزه تنزل تلحق الماتش على القهوه. حد عاوز يسال يتفضل اسال. ايه يا شباب، حد عاوز يسال؟ لو حد عنده اي سؤال الشباب يقدر يفتح المايك، او لو مش عارف يتكلم ممكن يكتب في الشات. ان شاء الله هنتكلم عن الكومي يونت، مسمار، مسمار في المحاضره بتاعه الويل كنترول. وانا بقول لك مسمار مسمار يعني انا فعلا بتكلم مسمار مسمار، ما تقلقش هفهمك الكومي يونت ديت الدنيا جايه منين ورايحه لفين. بس هي عامه الكومي يونت ديت انا بستعملها كباور سورس للويل كنترول اكويبمنت، بتضخ لي هيدروليك فلويد في الاتجاه انا عايز اقفل. فهي عباره، بص الويل كنترول اكويبمنت اعتبرها ان هي عباره عن نظام بيستونز. لما تروح تقفل بتضخ هيدروليك فلويد في الاتجاه اللي انت عايز تقفله، ولما تروح تفتح بتضخ هيدروليك فلويد في البيستون في الاتجاه اللي بيفتح لك. الهيدروليك فلويد ده انا بجيبه منين؟ من الكوميونت. ده بصوره بسيطه لغايه ما اشرح لك مسمار مسمار ان شاء الله وبصور، يعني مش هشرحها لك لا، انا هقول لك القطعه ديت بتعمل كذا وصورتها هي، وهتروح تلاقيها هناك في الحته ديت، واهميتها كذا وصيانتها كذا. سؤال تاني؟ حد عاوز سؤال تاني يا شباب؟ باشمهندس هو تقريبا كده مفيش أسئلة، أو في سؤال هنا؟ لا. انت لو بتتكلم على الفي اف تي بتاع الاي اس بي بامب، يعني هي نفس الفكره، هي نفس الفكره دي الاي اس بي بامب، قصدي الاي اس بي بامب بتعتمد في شغلها على الفريكوانسي. يعني انت شغال على 40 هرتز 30 هرتز 50 هرتز، فهي نفس الفكره. اسئله ثانيه؟ عامة يا شباب لو حد حابب يسأل أي سؤال تاني احنا موجودين على الجروب، اللي حابب يسأل سؤال في أي وقت على المحاضرة يتفضل يبعته على الجروب وأنا معاكم برضو. وألف شكر، أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا النهاردة، ويا دوبك تلحقوا الماتش. السلام عليكم. شكرا جدا ليك يا باشمهندس، استفدنا كتير فعلا، وأتمنى إن الكل يستفاد زي ما استفدت برضه. شكرا جدا لحضرتك. مع السلامة. تمام يا شباب، هو كده السيشن خلصت، تقدروا تتفضلوا.